بنك مصر بيعتزم إطلاق شركة مدفوعات إلكترونية جديدة خلال 3 شهور. بنك مصر تاني أكبر بنك حكومي في البلاد بيأسس شركة متخصصة بالمدفوعات الإلكترونية خلال الشهور القليلة المقبلة وفقا لمصدرين مطلعين على الملف. بيمتلك بنك مصر حصة تقدر بنحو 10% من شركة فوري اللي هي أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر من حيث حجم العمليات وعددها وكمان نقاط البيع. أحد المصادر قال إن بنك مصر في انتظار رخصة الشركة الجديدة في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأشار إلى أن الشركة الجديدة بتستهدف المنافسة بقوة عبر تقديم خدمات ومنتجات في قطاعات غير ممثلة بالشكل الكافي في أنشطة الدفع الإلكتروني المتاحة حالياً بالسوق المصرية. كمان شهدت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية تأسيس العديد من شركات وخدمات الدفع الإلكتروني للاستفادة من عدد السكان المتزايد في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين وكمان من تطور التكنولوجيا وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك. لكن مازال هذا القطاع الواعد بيواجه ثقافة الكاش السائدة بين معظم المصريين.